وبغرض ضمان إعادة إجماد المحكوم عليهم بصفة فعلية، فقد تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية في الجانب المتعلق بآثار صحيفة السوابق العدلية، بحيث أن العقوبات المقيدة في هذه الصحيفة لا يمكن أن تشكل عائقاً لتوظيف الأشخاص المحكوم عليهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية. نفس السياق تبنته التعديلات التي أدرجت على ذات القانون المتعلقة برد الاعتبار في شقيه القضائي والقانوني لما قلص في مدة الاختبار. وفي جانب آخر، فقد تم إعادة نظر في تنظيم محكمة الجنايات بإنشاء درجتين للتقاضي، الابتدائية والاستئنافية، مما يشكل ضمانة أكبر للمتقاضين من خلال تكريس مبدأي المحاكمة العادلة وحماية قرينة البراءة.